أي يا سيدي ربي، إلى ضوابط الكل خارج جميع مخلوقات مجدد كل طقوس الكائنات في بيعتك الواحدة الجامعة الأصلية المانحة المفرغة بغزارة بمذبح الناطق الذي فوق السماء. أنت أمرت ببناء قديم بناء قبة على الجبل المقدس في آخر أيام بظهور ابنك الوحيد. ثبت مذبحنا عقليا للذبيحة غير الدموية الناطقة في بيعتك المقدسة. أنت أيضا يا أرسل علينا نعمة روحك القدوس على هذه المائدة الموضوعة مذبحك المقدس، ويكون مذبحا روحيا نقيم عليك كهنتك الصعيدة الناطقة غير الدموية الجسد المقدس والدم الكريم اللذين ابنك الوحيد، ويكون طهورا وشفاء وبركة روحانية كل تكون إليه مجدا وكرامة لاسمك القدوس، لأن لك المجد مع ابنك الوحيد والروح القدس المحيي الآن وكل أوان ودار الدور كل آمين. يا سيد رب الاله، انك جالس على الشاروبيم والصاروخين الذي يمجدونك، نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا ربنا يسوع المسيح الواحد مع البرقليط والحق مع الاب الذي صعد على السماوات بمجد ارسل البرقليط القدوس يحل روح القدوس على المذبح الحسن وقدسه. أيها الحاضر والمعتوب من رب الآن يحل عليه بقلنا أجمعين. يا رب يا من هو جالس في حضن أبيه وتجسد في بطن العذراء، الذي عندما نظر يعقوب بالآباء في السلم منصول السماء صرخ قائلا: هذا بيت الله، هذا باب السماء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا ملكنا ربنا يسوع المسيح، أنت أرسلت من فوق روحك البرقليط من قبل أبي لدولة السماء بفرح ومجد، ارسل نحن أيضا روحك العلي واملأنا بنفحة روحك القدوس وقوة صليبك الكريم، وانزع عنا كل أفعال الشيطان والأمم الباطلة يا ذكر القديسة والرسالة القديسة يا رب تجسيم من خير أبريا رافائيل ويوحنا السابق المعمدان وقديس مرقس الرسول الانجيل وكل مصاب قديس. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب الى يمن هذه الطلبات الحارة من عبيدك وارحمنا كسر رحمتك. ارسل رفاتك الكنيسية علينا وعلى شعبك الوقف وما كنت تزغل رحمتك، لأنك رحيم ورسل لك إلى فوق المجد والكرامة والسجود إلى الآب والابن الروح القدس. أي يا رب إله خلاصنا الذي أظهر محبة البشر فينا بأنواع كثيرة شتى، الذي أمد كنيسته بكل حكمة وكل فهم روحاني ليسر أن يبذل الرموز بطقوس كرامتي أخ الملكية السماوية الذي عتقنا من أباطيل وسنين وخديعة الشياطين. اجعلنا أهلا لخدمتك أنت وحدك يا الله أيها السيد المالك لفة البطن في هذا الوقت، واجعلنا مستحقين بالحقيقة أن نقترب إليك ونتعنى لك أن يظهر صلاحك فينا، وأنت عوننا في كل حين. إنما علينا برأس الخيرات الذي ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح الذي أكمل إرادة لمزات وصعيدا نقيرا في خطايا كل العالم، وصلب عنا وقام كما قال في يوم السابع بعد صعود الطار مملوء مجدا، لم يفارق لم يدبر صرف لم يبارك ليد كما رسم الروح القدس روح الحق وبسم الآب كمال كل رسالة فاحص خريم الكلمة ناحية المواهب الذي أنهض بيعه وقام المذابح وأعطى الصبر بلاد الجديد والكنوت والنميس والعفة والآب من قوى الكمال إسرائيل لنا أعن في كل حين من يقدمون عنا ذبائح تواصل إلى الآب الله الآب والابن الوحيد والروح القدوس. نسأل ونطلب إليك يا محب البشر كمل تقديس هذا المذبح من قبل زيت النعمة وسر الروح القدس بواسطة المسحة المقدسة
إنه قدم عليه الصعيد غير دموينا وفي ما عشنا بدأ نقتل عنا الشعب الطلبات ونتناوي ما مستقيم مسيرة طائر الجسد السيدي الذي أسلم على الدم الكريم الذي لقمك لنا الذي هو ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح. نعم يا ملك نسمع لك نسألك ارسل علينا متروح قدوسك ميلاد الخدمة وطاع وهذه مائدة أهلنا لشركة أسرارك المقدسة غير المائدة مذبح طاهر آمين. ميلاد أنفس المضطربة ودبر سائر الحواس والأعمال آمين. نلجأ من الخطايا لسع نهر إرادتنا وغير إرادتنا آمين. آمين. عتقا من النوايا الغبية آمين. آمين. إهتماما بالخيرات السمائية آمين. وانبغي لك المجد إلى الأبد آمين. آمين. إلى الرب معك سيد كل الطبائع مبدع كل خلائق خالق كل صانع الخيرات لجنس البشر أسس الأرض وصنع العجائب واحد أنت الذي أسست البيع بكل مكان وفي كل مدينة وكل قرى وأقمت فيها مذابح مرتا ينقرب لك من أجل اسمك القدوس قرابين وصعد ناطقة يدويا خلاصا لأنفس الناس أنت أيضا الآن روحتك تبشر أسر روحك القدوس وكمل هذا المذبح رجاء في الأمانة وخلاص الذين يتقدمون إليك ونياحا أنفسنا أجساد وأرواحنا وفرانا للخطايا أنك وحدك المتحنن الطويل الروح كثير رحمة ليك بك المجد أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها آمين. لا شماذ المذبح على اسم الرئيس ملاك الجليل ميخائيل والشهيد الشهيد القديس فام الجندي خنبران يطمشيل من المعصوى بنوت ينفذ مرهوت جي ابنوتي بيوت بيبان سكراتو آمين. ينفذ مرهوت مجنيس انشير يسوس بخريستوس بنشو قلبي جسم قد ابتاج بالعلي الحي عصفور راكد عليه بيتا والامام وشط ضع في افراخها مذابحك يا رب لا قوات ملك ولا توب الكل السكان في بيتك يباركونك الابد دعنا بركات تعطيها واضع الناموس يسيرون من قوه الى قوه تجلى اله الالهه في صيون أيها رب لا قوة استمع صلاتي انست يا إله يعقوب لأن يوم صالح في ديار خير من آلام. هللويا هللويا أدخل إلى مذابح مذبح الله أمام وجه الله الذي أبى جاسم وينسد بنقاط مثبت مذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحك وأنت جميعا لك يا رب أحببت جمال بيتك وموطن مسكن مجدك المجد الآن والإبن الروح القدس الآن وكل أوان دار وكل أمين.
نشكرك يا رب الاله على كل حال يا اله القوات، لان النعمه التي افضتها على رسلك القديسين الابرار لم تنزعها منا ولم تمنعنا نحن الخطاه، لكن من جهه صلاحك ورحمتك سهلته لنا ومنحتنا اياه نحن الغير المستحقين ان نسال عظمتك ونفوز بما نطلبه، لكي من قبل كل شيء يتماجد اسمك القدوس. الان نطلب اليه ان تكمل تكريس هذا التكريس وجعلنا مستحقين للوقوف امام هذا المذبح الذي كمل بغير عيب بالطهارة والنقاوة بالنيات صالحة. نقرب لك عليه هذه الذبيحة النطقة غير دموية، لا للدينونة ولا لوقوع في دينونة، بل بنيانا للبيعة المقدسة الجماعة وإكثارا نساء شعبك ومجدا وإكراما لملكوتك، لأن اسمك طاهر وأنت كثير الرحمة أيها الآب والابن والروح القدس إلى أبد الأبدين أمين. مبروك عليكم تدريس مذبح على اسم رئيس ملائكة الإقليل ميخائيل وقديس الشهيد الأنبا فاهم الجندي. دلوقتي عندنا كم مذبح بندش في الكنيسة هنا؟ ثلاثة ناقص ايه؟ ناقص أبو سفين. إن شاء الله نيجي مرة تانية وندش المذبح أبو سفين، تبقى كل المذابح في الكنيسة مندشنا. وقال بعد كده في المستقبل إذا كان مفيش أي تغييرات في الكنيسة ممكن الكنيسة نفسها تدش. مبروك، ألف مبروك.